السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابو حميد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ازيك يا ابو السيد؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، كله بخير ايه الاخبار؟ كله تمام؟ والله، كله كويس. من ساعة اخر مرة كلمتك وموضوع المهدي المنتظر ده شاغل دماغي، ومش مش فاهم انت قلت اسمه ناصر اليماني، بيتهيألي اسمه ناصر محمد اليماني. ناصر محمد اليماني. غريب اوي الاسم، لان احنا المفروض يعني احنا كأهل سنة يعني عارفين ان هو اسمه محمد بن عبد الله، يعني فحتى الاسم مش هو. تمام. طب انت قريت اي حاجة من اللي انا بعتها لك؟ والله قريت شوية بيانات من اللي انت بعتها. بصراحة الراجل كلامه مظبوط وعنده دليل من القرآن على كل حاجة بيقولها، تمام. بس موضوع الاسم ده يعني مخليني بصراحة شاكك في أمه، يعني ما ينفعش يكون اسم لمحمد بن عبد الله. طيب بص، انا هفهمك حتة الاسم دي. ماشي، بص، بص، هو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما جه يتكلم في حديثه عن اسم الامام المهدي، ما قالش اسمه، يعني ما قالش ان اسمه هيكون محمد بن عبد الله. هو قال حديث، يعني نص الحديث ده اللي هو قال يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي. فالحديث ده هو اللي اتفق عليه كل السنة والشيعة وكل المذاهب، الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام يواطئ اسمه اسمي. فمن هنا السنة، أهل السنة والجماعة قالوا إنه هيكون اسمه محمد، والشيعة قالوا إنه هيكون اسمه محمد برضه، بس يعني أهل السنة بيقولوا محمد بن عبد الله، والشيعة بيقولوا محمد بن الحسن العسكري، يعني بناء على رواية أخرى يعني عندهم. لكن هي الفكرة إنه لما الاثنين شافوا كلمة يواطئ اسمه اسمي، ففهموا إنه هيكون اسمه على اسم الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو متواطئ معاه. طيب بص، تعالى نشوف، لو فتحنا أي معجم لغة عربية معنى كلمة تواطؤ إيه؟ هل معنى كلمة التواطؤ هو التطابق ولا التوافق؟ بمعنى إيه؟ يعني بمعنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد يطابق اسمه اسمي، يعني اسمه زي اسمي، ولا اسمه متوافق متوافق مع اسمي؟ فلو فتحت أي معجم لغة عربية هتلاقي إن التواطؤ مش معناه التطابق، معناه التوافق. وهديك مثال على ده، تمام؟ تمام. لو قلنا مثلا تواطؤ زيد وعمر على قتل خالد، تمام؟ تواطؤ زيد وعمر على قتل خالد، هل معنى تواطؤ هنا ان هم تواطؤوا مع بعض، ان هم اتفقوا مع بعض، توافقوا مع بعض على قتل خالد، ولا تطابقوا مع بعض على قتل خالد؟ لا، أكيد اتفقوا مع بعض. اتفقوا مع بعض، زي ما نقول مثلا تواطؤت الدول الغربية على احتلال فلسطين، اتفقوا مع بعض، تمام؟ مظبوط. فالمقصود من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيواطئ اسمه اسمي، يعني يوافق اسمه اسمي، مش يطابق اسمه اسمي. اسمه هيبقى متفق مع اسمي في شيء، فالشيء في اللغة العربية لا يواطئ نفسه، يعني محمد لا يواطئ محمد، ده في علم اللغة العربية. يعني لو بحثت في اللغة هتلاقي الشيء لا يواطئ نفسه، والتواطؤ هو التوافق. فهو الإمام ناصر محمد اليماني بيقول أنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم على اسمي، اسم المهدي المنتظر، قال يواطئ اسمه اسمي، يعني يوافق اسمه اسمي. علشان كده ربنا جعل في اسمي خبري وعنوان أمري، إن ربنا بعثني ليكو لا نبي جديد ولا رسول جديد ولا بوحي جديد ولا بحرف واحد جديد، إنما بعثني الله ناصر محمد، ان انا هاجي في اسم صفتي انصر محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وانزع الافتراءات اللي الناس افترتها على الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث مكذوبة او روايات عنه. فربنا بعت الامام المهدي لينصر، عشان ينصر دين محمد، عشان ينصر محمد وما جاء به محمد، اللي هو القرآن والسنة النبوية الحق اللي مش بتخالف القرآن. فهي دي فكرة اسمه، يعني هو دي أصلا الحكمة من التواطؤ. أنت فاهم قصدي؟
يا فاهم، سبحان الله. طب ازاي كل الكلام ده فات على كل العلماء على مر العصور يعني؟ ما هي سبحان الله، علشان هي الفكرة إن يعني حصل مجرد اتباع. يعني هو يعني في فكرة ربنا في القرآن يعني ذمها جدا، دي فكرة الاتباع الأعمى دي. يعني احنا مثلا متوارث عندنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المهدي اسمه محمد بن عبد الله، او ان معنى التواطؤ هو التطابق، مع ان في الحقيقة لما تيجي تشوف في المنهج او اصل اللغة نفسه هتلاقي ان الكلام ده مش مظبوط. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قادر يقول ان اسم المهدي هيكون كذا، هيكون اسمه محمد بن عبد الله. هو حب يشير لشيء، قال اسمه هيكون متوافق مع اسم، علشان المهدي هيجي في الزمن اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عنه، انها يعني هيأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ولا من القرآن الا رسمه، مساجدهم معمورة وقلوبهم خراب من الهدى. ووصف ساعتها ان العلماء بتوع الزمن ده هيكونوا اشر علماء تحت سقف السماء. وساعتها لما اتسأل ان في زمن الفتنة دي ايه المخرج يا رسول الله، معلش عفوا، اتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم ألا إنها ستكون فتنة، يعني قالوا له إيه المخرج منها يا رسول الله؟ قال لهم كتاب الله هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم. يعني قعد يذكر إن في حديثه إن الكتاب ده هو الحل، كتاب الله فيه نبأ، يعني فيه نبأ ما قبلكم أو خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. تمام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه يوصف الحل في زمن الفتنة ما قالش الحل في المهدي، هو قال الحل في كتاب الله. فربنا يعني ربنا هيبعث المهدي، هو حد ناصر ليه، ناصر لمحمد، وداعي لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي الموضوع كله إشارات، يعني هو الحلول ما بتبقاش في أشخاص، الحلول في منهج ربنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حب يشير لأن الحل هيكون في المنهج بتاعه، واللي ربنا هيبعته حد مناصر للمنهج بتاعه، لأن احنا مش مستنين نبي أو رسول جديد، احنا مستنين حد ناصر محمد. حتى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في بياناته لما بيجي يتكلم بيخاطب العلماء في الحتة دي، علماء الأمة، فبيقول لهم أنا هسألكوا سؤال افتراضي يعني، تمام، هسألكوا سؤال وهجاوب عليه كمان. فبيقول يعني هل أنتم منتظرين المهدي المنتظر ربنا يبعثه ناصر محمد بمعنى الصفة، ولا مستنيينه يكون حد مش ناصر لمحمد؟ فبيقول أكيد الجواب العقل والمنطق للناس كلها إنه كل المسلمين مستنيين ربنا يبعث حد ناصر لمحمد. فبيقول أنا ناصر محمد فعلا. اليماني هي من بلده، يعني هو اليمن، فاهم قصدي؟ فبيقول أيوه. أنا مش هدعوكم لأي شيء جديد، أنا بدعوكم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الحق اللي مش بيتخالف لكتاب الله في شيء، وإن ربنا ما جعلش الحجة في الاسم، هو الحجة في العلم، في سلطان العلم. هتلاقوني لا يجادلني أحد من القرآن إلا وغلبته. فهي دي نقطة الاسم يعني. سبحان الله، كلام حق والله. يعني بس الموضوع مش أكتر من كده. طب ابو حميد، انا عندي سؤال. طب ما انا دلوقتي ممكن اي حد يطلع باي اسم يكون متوافق مع اسم الرسول عليه الصلاه والسلام، تمام. ويقول لك انا اسمي يوافق محمد، او زي رسول قال يوافق محمد، فانا اعرف ازاي المهدي؟ وانت عارف طبعا انت عايش معانا على نفس الكوكب، يعني في كتير قوي بيدعوا المهديه، سواء فاتوا او لسه على الساحه او ممكن يطلعوا بعد فتره، تمام. كتير قوي مدعين المهدية. أنا أعرف المهدي المنتظر الحق منين عشان ربنا يرزقني اتباع الحق؟ أعرف أفرق إزاي بينهم يعني؟ تمام، الله يفتح عليك، ده سؤال كويس جدا. هو عشان كده دي اخر حاجة قلتها لك، ان الحجة دايما ما بتبقاش في الاسم. يعني ممكن يطلع 100 واحد اسمه ناصر محمد اليماني او ناصر محمد، وممكن يطلع 100 واحد اسمه محمد بن عبد الله،
يعني، وممكن يطلع 100 واحد ايا كان اسمه ايه. فهو حتى هتلاقي المنهج في القرآن اللي ربنا حطه ان الحجة بتبقى في العلم اللي بيجي بيه الشخص، وربنا ذكر ده في القرآن على فكرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هتلاقي في آية كده في القرآن ربنا لما بيتكلم ان المسيح كان بيبشر بالرسول اللي هيجي من بعده، فكان بيقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه ايه؟ اسمه أحمد احمد. صحيح. طب ليه مثلا ما قالش محمد؟ يعني هو قال ان اللي هيجي اسمه احمد واللي جه محمد. طب يعني حاجة غريبة برضو، يعني لان هو الناس النصارى في وقتها كانت مستنية احمد يجي، وفي من النصارى اللي لما الرسول عليه الصلاة والسلام ساعتها راح يعني كان بيدعوهم للدين ربنا، فقالوا له لا، يعني مرضيوش يسمعوا منه، قالوا له احنا مستنيين احمد مش محمد. فمن هنا تفهم ان هو ربنا يعني ما جعلش الحجة في الاسم. في من النصارى اللي سمع العلم اللي عند محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ما سمع فهم ان هو ده احمد اللي عندهم في الكتاب، بس هو له اسمين في الكتاب، زي يعقوب له اسمين، يعقوب واسرائيل في الكتاب في القرآن. فكذلك محمد هو احمد، لكن ربنا ما جعلش الحجة في الاسم. فاللي عشان ربنا طبعا بيقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. يعني ربنا بيبشر العباد اللي بتسمع، ما بتحكمش قبل ما تسمع، وقال ان دول اللي هداهم الله ودول اولو الالباب. فاللي سمع من محمد ففهم دول اللي ربنا قال عليهم في القرآن، يعني اللي هم ترى اعينهم تفيض من الدمع، لما اللي هم لما سمعوا من الحق تمام وقالوا يعني ده احنا كنا من قبل كده مسلمين. ليه؟ لأن هو جالهم بتفصيل حاجات عندهم في الكتاب اللي كان عندهم، هم فاهمين ده. يعني عشان كده ربنا بيقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فاهم قصدي؟ فهو لما جيب بحل اللي هم مختلفين فيه فعرفوا إن ده نبي ورسول من عند ربنا مع الحلول. القرآن كان يعني جاء بالحلول اللي اختلفت فيها بني إسرائيل، بقالهم مختلفين سنين، فجاء القرآن حللهم الحاجات اللي مختلفين فيها، ففهموا إن ده حد ربنا بيعلمه حقا، يعني مش حد بيدعي أو حد كده، ففهموا إن هو له اسمين في الكتاب. وعشان كده لما يعني هتلاقي القرآن كله إن الحجة في العلم مش في الاسم. هتلاقي لما ربنا اصطفى مثلا آدم على الملائكة وعلى الجن عمل إيه ربنا في البداية؟ الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ربنا قال إني أعلم ما لا تعلمون، تمام؟ ما ردش صحيح. عليهم ربنا، رد عليهم بحاجة تانية وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني هو ربنا عشان يفهمهم ان انا استفيد ده عليكم بشيء مش عندكم، علموا علم مش عندهم. اداله علم مش عندهم وخلاه كمان يقول لهم اسمائهم، يعني هو كمان خلاه يقيم الحج عليهم بالعلم، صح كده؟ بالظبط. سبحان الله. وساعتها يعني لما امرهم اسقى ربك الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. يعني ربنا ما أمرهمش بطاعته إلا بعد ما أقام عليهم الحجة. آدم لما قال له أنبئهم بأسمائه قال آدم أنبئهم بأسمائه، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، صح كده؟ صحيح. فهو ربنا ساعتها أقام عليهم الحجة وخلى آدم يقيم الحجة. ساعتها الملائكة لما شافوا ان فعلا ادم عنده علم من الله قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، استغفروا ربنا وتابوا.
إبليس شاف إن آدم عنده علم لكنه من الله، وفهم إن ده خليفة ربنا لكنه استكبر. فهي دي بتبقى الفرق، يا إما يعني بعد ما يقام عليك الحكم فأنت يا إما بتستكبر يا إما بتتبع. نفس القصة، هو الإمام برضو المهدي بيعمل كده، له عصر الحوار بيخاطب فيه الناس وبيوضح علمه لعلماء الأمة، وبيطلع لعلماء السنة والشيعة وكل المذاهب والطوائف اللي اختلفت في الدين الحكم من القرآن في اللي هم اختلفوا فيه، لأن طبعا القرآن فيه تفصيل كل شيء. والخلاف أصبح بالمسلمين دموي، احنا في البلاد الإسلامية المسلمين بيموتوا بعض، فالمهدي هيجي حكم بينهم بعلم من ربنا في كتاب الله، فهو بيحكم بينهم في اللي هم مختلفين فيه، وبيقول لهم بصوا لعلمي قبل اسمي لاني بخاطبكم من كلام ربنا، مش هقول لكم اراء شخصية. وده ممكن تشوفه في بياناته، لو شفت مثلا احكام هو كاتبها في بيانات عن حاجات مختلف فيها هتلاقي ده واضح يعني جدا. سبحان الله العظيم. طب ابو حميد، انا دلوقتي عايز افهم اكتر عن الكلام اللي انت كنت لسه فاهموني دوت، علامة الامامة او اعرف منين مين المهدي وكده. انا دلوقتي زي ما قلت لك لو مش كتير على الساحة، فانا محتاجة اتعلم اكتر. هل مثلا في حاجة معينة ابحث عنها على جوجل مثلا، او حاجة فيها تفصيل اللي انت بتقوله اكتر، او ابحث بايه مثلا؟ انت عايز تبحث عن ايه يعني؟ ايه بالظبط حاجات؟ يعني الكلام اللي انت بتحكيه ده، سواء العلم هو البرهان او كده، انا ممكن ابحث ازاي عشان اوصل للمعلومات دي، اعرف بقى اطلبها واقراها مع نفسي كده، لان الموضوع شكله كبير. بص، هو الموضوع طبعا كبير، وطبعا زي ما قلت لك فربنا بيقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. ربنا يعني يهدينا منهم يا رب. يا رب، يعني في ناس كتير بتسمع تمام وكأنها ما سمعتش، وفي ناس عملت زي النصارى قال لك ايه ده، هو مش اسمه محمد بن عبد الله ولا محمد بن حسن العسكري فخلاص مش هنسمع منه اصلا. وفي ناس اللي سمعت وشافت وتدبرت الامر وصلت لربنا ركعتين كده انابه لربنا يسألوه ويوريهم الحق من الباطل، فربنا وراهم الحق من الباطل واستمعوا القول واتبعوا احسنه. يعني في جميع الحالات لازم الواحد يقرا ويشوف بنفسه عشان يحكم، عشان ينفذ كلام ربنا، يبقى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فانت لو عايز تقرا عن الموضوع بالذات بتاع العلم، يعني في بيان للامام عنوانه برهان الامامه والخلافه في كل زمان ومكان. يعني انت لو بحثت على جوجل كده ممكن تكتب برهان الخلافة والإمامة في كل زمان ومكان، وتكتب اسم الإمام ناصر محمد اليماني، هيطلع لك بيان فيه الحجج على الموضوع ده. يعني أكتب على جوجل ده برهان الإمامة والخلافة في كل زمان ومكان، ناصر محمد اليماني، صح كده؟ هيطلع لك البيان بتاعه عن الموضوع ده، وهتلاقي كلامه كله استشهاد من القرآن. ما تاخدش أي حاجة تلاقيها مش من القرآن ما تاخدهاش، وده مش هتلاقيه يعني. خلاص بإذن الله أنا هبحث في الموضوع دوت، ولينا مكالمة تاني يا أبو حميد إن شاء الله. خلاص تمام حبيبي يا أبو حميد، حبيبي أبو سيد، يلا مع السلامة. يا سلام.